مفهوم وحلقة جديدة من ملفات. القطاع الخاص عنصر أساسي وفاعل في عملية التنمية الاقتصادية وشريك رئيسي للدولة في العديد من المشروعات القومية ومحرك للنشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات لخلق فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل. قامت الدولة في السنوات الأخيرة بالعديد من الإصلاحات في البيئة التشريعية لتحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات، إزالة معوقات اللي كانت بتقف قدام زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد. شهدت السنوات القليلة الماضية توسيع مساهمات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بدعم غير مسبوق من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي أكد دايما أن القطاعين العام والخاص هما جناح التنمية ولا استغناء عن أحدهما لحساب الآخر. حول تمكين القطاع الخاص الذي أصبح يتصدر خطط واستراتيجيات الدولة في جميع القطاعات بيدور حوارنا النهاردة من ملفات مع ضيفنا الكريم الدكتور أحمد هارون، مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. منورنا دايما. الله يسلمك. هستأذن حضرتك نتابع هذا التقرير ومن بعده نبدأ الحوار. تمكين القطاع الخاص أصبح هدفاً أساسياً لخطط واستراتيجيات الدولة في جميع القطاعات، خاصة بعد صدور وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تمثل الأساس لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وتحديد دور الدولة كمراقب ومنظم، والذي يأتي في إطار رؤية ومسار جديد تنتهجه الدولة لتعزيز التنمية وخلق فرص العمل وزيادة تنافسية الاقتصاد وقدراته على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات. ومع اتخاذ قرار تحديد سقف الاستثمارات العامة بما لا يتجاوز تريليون جنيه إلى جانب تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، أصبح المجال مفتوحاً أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاستفادة من فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة. وفي ظل بيئة أعمال محفزة ساهمت في خلقها الدولة وكذلك تقديمها للعديد من التيسيرات وتسهيل الإجراءات لتشجيع أصحاب الأعمال على بدء أنشطتهم، شهدت العديد من القطاعات توسعات كبيرة للاستثمارات الخاصة وشراكات واتفاقيات مع القطاع الحكومي. لا شك أن الشراكة مع القطاع الخاص بما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة على التوظيف واستخدام التكنولوجيات الحديثة وتحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والحفاظ على مسار التنمية وسط التحديات الإقليمية والدولية. بجدد الترحاب بكم وبضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور أحمد هارون، مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. بداية كده عايزين نبسط للمشاهد ماهية القطاع الخاص، ايه هو القطاع اللي بيطلق عليه القطاع الخاص، حاله ايه حاليا وقبل خلينا نقول عقدين. القطاع الخاص هو كل نشاط اقتصادي يقوم به الأفراد، سواء كانوا فرد بشخص طبيعي أو شركات تسمى شركات أشخاص، يعني شركات التضامن أو شركات التوصية تعتبر قطاع خاص، أو حتى شركات الأموال اللي هي شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، بشرط أن يكون رأس المال بالكامل يملكه أشخاص طبيعيين، وأن يكون العائد من وراء هذا الاستثمار يعود على هؤلاء الأشخاص ولا تشترك الدولة فيه بحصة من هذا النشاط. هذا ده كله اسمه القطاع الخاص. القطاع الخاص ليه وضعين. ليه وضع في الدول يعني المتقدمة شوية، أوروبا وأمريكا، بيصل مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 90% من النشاط الاقتصادي للدولة، وبيدخل في كل المجالات وفق القانون. فيمكن أن يدخل في صناعة صواريخ الفضاء أو صناعة السلاح أو الهاي تكنولوجي زي ما، أو الطائرات الرأسمالية إلى أبعد الحدود. الدول النامية ومنها مصر لدينا بعد اجتماعي وبعد حساس جدا يرتبط بالمجتمع والناس والبيئة، وبالتالي دائما احنا نعمل نوع من التوازن
بين ما يملكه القطاع الخاص وبين ما تملكه الحكومة، وملكية الحكومة لهذه الاستثمارة كنوع من الحماية الاجتماعية لقطاع كبير من الشعب. بمعنى إيه حماية؟ هل هو للمكسب أم للمراقبة؟ بمعنى هو في نقطتين مهمين جدا. أولا، لازال حتى هذه اللحظة رغم الدور الكبير اللي بيلعبه القطاع الخاص ورغم عدد العمالة وحجم رؤوس الأموال وكده، إلا أن القطاع الخاص في مصر وفي بعض الدول النامية بيبقى عنده نوع من التحفظ في الدخول في استثمارات ثقيلة أو كبيرة. والناحية الثانية أن الدولة ربما في الوقت الحالي يعني تتحفظ على دخول القطاع الخاص في صناعة السلاح مثلا أو صناعات الفضاء ربما يعني، وبالتالي أو هناك عدد نسبة من المجتمع المصري ربما تصل إلى 30% لا يمكن أقدر كدولة لا يمكن أتركها للقطاع الخاص الذي هو من حقه أن ينتج ويبيع ويسعر حسب رأي الشخص. السوق الحرة. السوق الحرة. فبالتالي الدولة بتتدخل هنا كنوع من الحماية الأمنية ونوع من الحماية الاجتماعية لهذا القطاع الكبير من الشعب، فبيحصل نوع من التوازن. طب ده ياخدني للسؤال، الجزء الثاني من السؤال اللي احنا بنقول حال القطاع الخاص كان وأصبح. هل في تطور في وضع القطاع الخاص في ظل القيادة السياسية؟ هو طبعا حدث تطور كبير يعني؟ جدا من الناحية التاريخية من سنة 1952 لحد الآن حدث تغيرات كبيرة جدا نمر عليها مرة سريعا للمشاهد يعني. من 52 لحد سنة 71 كان تقريبا يعني ما يقرب من 20 سنة كان تقريبا القطاع العام والحكومي هو الذي يمتلك كل الاستثمارات في مصر بنسبة 90%. وكان هناك الكساء الشعبي والمساكن الشعبية وحوار طويل وعريض، لكن من سنة 71 لحد سنة 81 العشر سنين يعني أراد الرئيس في هذه الفترة أن يحدث نوع من التوازن بين القطاع العام والقطاع الخاص فأعطى مساحة للقطاع الخاص. لكن الحقيقة القطاع الخاص خلال هذه العشر سنوات اتجه إلى السلع الاستهلاكية ولو تفتكر بقى بورسعيد وبتاع والحاجات دي فأنتجنا أشياء يعني ليست على استهلاكية. من سنة 81 وبعدها حدث توجه فعلا للقطاع الخاص إن هو يلعب دور يعني كبير جدا. في الفترة الأخيرة كان هناك اهتمام كبير جدا بالقطاع الخاص خلال العشر سنوات الماضية، اهتمام كبير جدا من ناحية التشريعية من ناحية ترك مساحة للقطاع الخاص إن يدخل فيها، من ناحية صدور وثيقة ملكية الدولة التي يعني ألزمت الدولة نفسها بأن تدخل القطاع الخاص شريكا أو أصيلا في بعض هذه الاستثمارات. فأصبح هناك مساحة من الدولة، أصبح هناك تشريعات وقانون، أصبح هناك نوع من التسهيلات لبعض القطاعات زي تسهيلات لقطاع الزراعة زي المناطق الصناعية الحديثة زي القطاع الزراعي بكل أنواعه. فحدث نوع القطاعات الحديثة زي الطاقة والطاقة المتجددة يعني. فأصبح هناك رؤية سياسية أن هناك رغبة لمشاركة القطاع الخاص بنسبة أعلى كثيرا مما كانت عليه، لذلك هي الآن تصل إلى 65% وربما هناك هدف أنها توصل ل70% من النشاط الاقتصادي يكون مع القطاع الخاص. الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الهام مدى أهميته وهل هو بيصب في صالح المواطن وفي صالح التصدير أيضا أم أنه يعني العكس؟ ده هو شيء أنا أعتقد أنه هو شيء استراتيجي. نعم. وإن ده تم بإرادة الدولة زي ما قلت لحضرتك وثيقة ملكية الدولة أو سياسة وثيقة الدولة هي بتلزم نفسها إن في جزء من استثماراتها تدخل القطاع الخاص. أو إيه الفرق بقى بمفهوم القطاع العام والقطاع الخاص؟ أولا القطاع الخاص يرغب في الربح مفيش كلام في ده، ويرغب في تطوير الإدارة إلى أعلى مستوى ممكن ويرغب في تنويع وتطوير المنتجات. ربما كل هذه الأشياء مع الرغبة السياسية والإرادة السياسية مع القطاع العام الذي هو يمتلك الكثير ويمتلك القرار ويمتلك الإمكانيات، أنا أعتقد أن هذا الاندماج أو التزاوج بين الطرفين يمكن أن ينتج أشياء يعني كويسة. طب تقييم حضرتك لما هو قائم الآن من شراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام والنماذج الناجحة في هذا الـ يعني الـ
النموذج؟ في حتى هذه اللحظة هناك شركات في قطاعات محددة زي قطاع الطاقة اللي حضرتك أشرت إليه، وزي قطاع البناء والتشييد، وزي قطاع الطرق. القطاع الخاص شريك كبير مع الدولة في هذه القطاعات عن طريق العقود التبادلية بين الأطراف. فيعني الدولة لا تنفذ كل مشروعاتها بإيدها، ده كلام مش صحيح. حتى لو تبنته، يعني حتى لو تبنت الإدارة العليا، لها الإدارة العليا، حتى لو تبنت الدولة إن هي هتعمل طرق، لكن لما بتشوفي التفاصيل بتاع الموضوع ده هتجدي أن القطاع الخاص هو من يقوم بالتنفيذ عن طريق عقود بين الطرفين. لو أرادت بالظبط كده، لو أرادت الدولة مثلا استصلاح مساحات كبيرة جدا من الأراضي، يعني في الحقيقة الدولة ما بتقومش بأجهزتها بكل تفاصيلها باستصلاح الأراضي، ولكن بتعتمد على ما يسمى بمقاولي الباطن مثلا او كده لتنفيذ هذه المشروعات. فهناك شراكة، لكن هناك فرق بين اعتماد الدولة على القطاع الخاص من خلال عقود، وهناك خلاف كبير جدا او اختلاف عن دخول القطاع الخاص مع الدولة في شراكات واندماج بينهم، فتكون الدولة لها حصة ويكون القطاع الخاص له حصة. ده فرق بين ده وده. احنا نسير الى دخول القطاع الخاص مع القطاع العام في شراكة، لأن لما بيدخل في الشراكة بيدخل في الجمعية العمومية، وإذا دخل في الجمعية العمومية هيدخل في مجلس الإدارة، وإذا دخل في مجلس الإدارة ممكن أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب، وبالتالي هو يدير. وبالتالي الدولة تملك وتراقب، إنما ليس شرطا أن تكون. فده شيء يعني جميل. في الحالة دي بتتم الإدارة بخلينا يعني نقول بالطريقة الحكومية مش هقول بيروقراطية، ولا بالحرية المتروكة للقطاع الخاص. وفق القانون هتدار وفق نظام تأسيس الشركة، وهو قانون محدد صدر في مصر اسمه 72 لسنة 2017. وهذا حديث يعني. هذا حديث وهذا القانون اسمه ضمانات وحوافز الاستثمار، فبيلزم الطرفان بآلية معينة. الذي يدير في الأساس هو الجمعية العمومية. يعني ايه جمعية عمومية؟ يعني عموم المساهمين. يعني كل الناس دي بتدير. بتدير ازاي؟ عن طريق الاجتماع والتصويت ليختاروا من يمثلهم. من يمثلهم هو مجلس الإدارة، الذي يمكن ان يكون جزءا منه من الحكومة وجزءا منه من القطاع الخاص. فإذا تشكل مجلس الإدارة من 3 أو 7 أو 9 أو كده، في داخل مجلس الإدارة يتم انتخاب 2 رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ولا يتم اتخاذ قرارات استراتيجية إلا بقرار مجلس الإدارة. وبالتالي مساحة الديمقراطية دونما اشتراط على يعني أي اشتراطات لتواجد حكومي في القرار، يعني اشتراطات ملزمة. يمكن الاشتراط قبل المشاركة وقبل الاندماج، ان الحفاظ على العمالة، تحقيق نسبة تصدير، ان يكون التسعير وفق التكلفة كوست بلس التكلفة زائد كذا، يمكن الاشتراك. انما بمجرد البدء هي آليات السوق بقى هي اللي تحكم. وانا يعني ده شيء كويس، لان احنا رأينا ميزانيات وموازنات لبعض الشركات ومصانع القطاع الخاص في فترات سابقة، كان الميزانية بتطلع بيقول انا مخطط ان انا اخسر، أنا مخطط إن أنا أخسر 1.2 و3 و10. القطاع الخاص لا يقبل هذه الفكرة، يقبل إن خلال سنة خلال سنتين ثم الطبيعي بالنسبة لأي مشروع يعني. هذا هو الفرق بين الاثنين. طيب العالم بيسلمنا من أزمة لأخرى، بداية من كورونا، أوكرانيا، يعني ربنا يعفو عن إخواتنا في فلسطين. هذه الأزمات إلى أي مدى أثرت على القطاع الخاص في مصر سلبا وإيجابا؟ يعني إزاي القطاع الخاص بيفيد الدولة ووقف على رجليها في ظل هذه الانتكاسات، وأيضا إزاي تأثر؟ هو طبعا التأثر اللي حصل في المجتمع تأثر كبير جدا في قطاعات محددة، يعني تكاد يكون حصل لها نوع من الشلل تماما. زي مثلا قطاع النقل الدولي والبتاع، أصبح هناك تحفظ من نقل البضائع بالذات في كورونا، يعني من نقل البضائع من مكان لمكان. حتى في هذه اللحظات الحرب الروسية الأوكرانية، النقل الدولي أصبح فيه مخاطر كبيرة، فأثر عليه بتأثير كبير. إنما مثلا أظهر لنا شيء جميل جدا، وهو التجارة الإلكترونية
ونظام الدليفري ده ما كانش متعارف عليه في المجتمعات بتاعتنا قبل كده. فلما جت كورونا على سبيل التحديد التجارة الإلكترونية ارتفعت جدا. وإنما مثلا موضوع السياحة تأثر جدا بموضوع كورونا. لكن في النهاية الدولة المصرية لأن هناك نوع من التوازن بين ما يملكه في الاقتصاد الحكومة وما يملكه القطاع الخاص، حدث نوع من التوازن وحدث عندنا تنمية في وقت 2%، في حين أن هذه التنمية في الدول الأخرى كانت بالماينس. فالحمد لله نحن تجاوزنا الأزمة، والآن يعني إلى حد كبير الدنيا مستقرة يعني. طيب يعني بما تحدث لغة الأرقام، وحضرتك ذكرت أن الدولة بتستهدف الصعود ل 70% قطاع اقتصادي، الدولة أيضا لديها خطة بدعم القطاع الخاص ب 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة بالإضافة إلى الحوافز الضريبية. تقييمك لهذا الرقم وأهم المحفزات سواء ماديا وتسهيلات بنكية أو التسهيلات بقى القانونية، رخصة ذهبية إلى آخر القائمة. هما ثلاث موضوعات يمكن. الموضوع الأولاني هو موضوع التمويل ده، التمويل، لأن الآن أصبح العائد على التمويل من خلال القروض العادية يعني ربما يصل إلى 30% كعبء. فطبعا 30% ده لما يتحط على التكلفة قبل تحقيق الربح 10 ولا 20% الأسعار هترتفع. ده نظرا للأزمة العالمية يعني البنك الفيدرالي يعني. لا، ما أنا هقول لك بقى إزاي اتحلت المشكلة دي. اتحلت إن الدولة اتخذت قرار إن لا، هنسيب التراك ده الطريق ده يمشي زي ما هو ماشي، لأن دي أموال الناس مودعين في البنوك ولها حقوق. طبعا. إنما عملت حاجة جميلة جدا. الأول البنك المركزي حط حوالي 200 مليار جنيه دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5%. النهاردة بنقدم 120 مليار في نفس الاتجاه ده. الخمسة في المية الآن تعادل بالضبط المصروفات الإدارية. لا يمكن تكون فائدة. الفائدة ازاي؟ احنا بنتكلم على 20 و25 و30. فلما الدولة تعرض على المستثمرين ان انا اديك امولك في التنمية الزراعية، في التنمية الحيوانية، في التنمية الصناعية، اديك قروض بفايدة 5%، انا زي ما قلت لحضرتك ال 5% دي يعني يا دوب هي المصاريف العمومية والإدارية. يعني انا 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 محتاجة استرسل في هذه النقطة، لان هي الاكثر اللي بتمثل العبء الاكبر على القطاع الخاص وعلى المستثمر، لكن نتوقف على هذا التقرير ونستكمل من بعده الحوار. يلعب القطاع الخاص دورا حاسما في تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل للشباب لمكافحة البطالة، وذلك من خلال استثمار الدولة في العنصر البشري. كما أن للقطاع الخاص دورا في النهوض بالقطاع الصناعي ورفع كفاءة ومهارات العاملين، والذي جاء ضمن خطة الدولة في التطوير والتنمية. وفي هذا الإطار انتهجت الحكومة رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة لتعزيز إتاحة التعليم الفني وفق أحدث النظم والبرامج العالمية المتعارف عليها، والتي تهدف لزيادة نسبة الملتحقين بالتعليم الفني من المتفوقين. كما تم إطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث أطلقت الحكومة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ كنموذج للمدارس الوطنية للعلوم التقنية بنظام التكنولوجيا التطبيقية، لزيادة نسبة خريجي التعليم الفني الذين يعملون في مجال تخصصاتهم لتصل إلى 80% في عام 2030، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص ودعم التخصصات الصناعية التي تصب في صالح خطط التنمية الشاملة في مصر. كما عملت الدولة على توفير خدمات الدعم الفني والتشغيل على الآلات والمعدات بالمراكز التكنولوجية، ورفع كفاءة الكوادر الفنية المطلوبة لنقل وتوطين التكنولوجيا، وإجراء الاختبارات المتخصصة لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة. وانعكست جهود الدولة على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الصناعية،
لاسيما مع تطوير البنية التحتية الرقمية لتهيئة المجال لصناعة الإلكترونيات والصناعات التكنولوجية، وهو ما سيترتب عليه تحقيق قفزات نوعية في المجالات كافة، لاسيما مع دعم القيادة السياسية العازمة على زيادة الإنتاج من أجل زيادة حجم الناتج المحلي والحد من البطالة وزيادة الطاقات الإنتاجية. أهلا بكم من جديد. قبل الفاصل توقفنا عند التمويل، ونظرا لرفع الفائدة من الفيدرالي الأمريكي اللي أثرت سلبا على سعر الفائدة. ضيفي الكريم دكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية ألمحت إلى أن الدولة وفرت 5% فائدة فقط اللي بتمثل مصاريف إدارية لا أكثر. هذه الفائدة للمستثمر بشكل مطلق أم أنها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ الأساس أن أي مشاريع يمكن أن تحصل على هذا، بس هي الدولة يعني تميل بشدة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعات التنمية الزراعية، التنمية الحيوانية، المنشآت الصغيرة الصناعية، الورش والحاجات دي، هي تميل، الدولة تميل إلى هذا الاتجاه. إنما يمكن أن تصل الفائدة ل7% لو في تمويل خامات أو كذا. الدولة الحقيقة اشتغلت على 3 محاور. محور التمويل ده اللي احنا بنتكلم فيه، ومحور التشريعات القانونية، ومحور بعض القوانين، ضمانات وحوافز الاستثمار او التسهيلات الضريبية. دول 3 محاور. المحور الاولاني ان انا ممكن اديك قروض بنسبة 5%، وبالتالي يبقى تكلفة التمويل بسيطة جدا، وبالتالي تقدر تنتج وبيع بأريحية. النقطة الثانية التشريعات او القانون، هناك قانون صدر الى حد ما جديد جدا كمان، اسمه قانون 152 لسنة 2020، وهو موجه لصناعات صغيرة، بيقول له أنا مش هحسبك ضريبيا. نعم. أنت اشتغل براحتك. أنت اشتغل براحتك، واديني مثلا كل سنة 1000 جنيه. نعم. أظن كده 100 100. نعم. أو يقول له اديني 2500، أو اديني 5، ولو أنت كمان حجم أعمالك 10 مليون، أنا ممكن أخذ منك مثلا 1% من بتاع ده، ويبقى أعتقد ده قانون كويس. قال كمان حاجة جميلة جدا، قال المصانع والشركات والمؤسسات غير القانونية وغير النظامية، تعال انضم للنظام الرسمي وانا هبدأ معاك من النهاردة، يعني انا مش هحاسبك على اللي فات. ده من ضمن. طب ايه الحوافز المقدمة لهذا القطاع بالذات؟ احنا شايفين لان في يعني اقتصادات قامت على هذا القطاع بحد ذاته. نعم. زي الصين يعني. كتير زي الصين واندونيسيا. نعم. وماليزيا يعني. نعم. والهند. عايزة اركز يعني على هذا جدا. القطاع ايه الحوافز اللي بتقدم له؟ ازاي نغريه وما يبقاش خايف انه يقع تحت طائلة بقى الضرائب او احنا طبعا كل اللي عمل نوع من القياس او الدراسة الاقتصاد الموازي والاقتصاد الرسمي، تبين ان الحد الادنى للاقتصاد الموازي انه يمثل 40% من حركة الاقتصاد في مصر كلها. نعم. ده رقم كبير يعني. رقم كبير جدا. نعم. مشكلة هذا الرقم ايه؟ ان الدولة حتى لا تقيسه ولا تضعه في ميزانيتها وتقريرها، مع انه فاعل. حتى العاملين فيه هم مصنفين من الدولة على انهم بطالة، لان هو طبعًا. مش ظاهر، مش متشاف، فلا وليس له حقوق ايضا. وليس له حقوق. نعم. فلا هو مشترك في التأمينات، ولا هو له رعاية صحية، ولا الناتج بتاعه كنشاط اقتصادي بتقيس الدولة. اذا هناك ضرورة ان ينتقل من الغير رسمي للرسمي. يعني كيف يتم هذا الانتقال؟ ان يكتب في الصفحات الاولى من الجرائد انضم للمنظومة الرسمية، هطلع لك سجل تجاري وبطاقة ضريبية وملف تأميني يبدأ من الآن، وعفى الله عما سلف، وسوف أحاسبك من الآن، وسوف أعطيك إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات. قبل ما نتكلم عن هحاسبك من هذه اللحظة. نعم. إيه المحفزات اللي بتقدم له علشان يدخل المنظومة يعني؟ ده حوافز يعني كثيرة جدا. أولا هو لا يمكن أن يحصل على تمويل من البنوك
الا اذا كان له سجل تجاره بطاقه ضريبيه، وهو ما عندوش سجل تجاره وضريبيه، وبالتالي دي نقطه مهمه جدا. لا يمكن ان يشترك في نظام الرعايه الصحيه الا اذا كان مؤمن عليه، وهو مش مؤمن عليه. لا يمكن ان يحصل على ما يسمى بالمعاشات في التامينات الاجتماعيه ما لم يكن فهو الحقيقه موضوعات كثيره جدا، التمويل والرعايه الاجتماعيه والرعايه الصحيه، اي ايضا المعارض التي تقيمها الدوله لتشجيع التسويق وهكذا لا يمكن ان يشترك فيها، لان هو وبالتالي انا بس عايز امنه ان انت لما تجيلي انا مش متربص بيك. يعني انا مش مستنيك. دي الرساله اللي بنسال عنها، دي رساله مهمه جدا، يعني ان انا مش هحاسبك، مش هعاقبك، مش هبص لك انك انت يعني مثلا متهرب او كذا، لا انا بقول له تعالى انا هديك اعفاء كمان، واديك بطاقه ضريبيه مجانا وسجل تجاري مجانا، يبقى انا سجلته على طول في النشاط الاقتصادي، هيبقى عنده عماله اتسجلت عندي ان دي عماله، هيطلع ناتج قومي هيتسجل عندنا الارقام، هيعمل اقرار ضريبي هيتسجل في ميزانيه الدوله. يعني الحقيقه هتغير بارقام كبيره جدا بشرط ان الدوله تعلن صراحه ان تعالى اديك سجل تجاري مجانا بطاقه ضريبيه وكلها مجانا. وكلها يعني ثلاث سنوات وكلها صناعات تعتبر صناعات مكمله لوجيستيك بتدعم مش عايز اقول اسم قريه كامله ومدن كامله فيها صناعات وكلها غير رسمية وكلها بتدعم في الآخر، هي بتصب في صالح الصناعات الكبيرة إنها صناعات مكملة. ده ياخدني ده كل ده بيندرج تحت دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة. الصناعات الكبيرة بقى والمستثمر بالمليارات، إيه الحوافز اللي بتقدم له؟ الدولة بتقدم الاستثمارات دي، أولا الناس دي أوتوماتيك كده بيحصلوا على تسهيلات وتمويلات بنكية لجودة السمعة، يعني هم بياخدوا ايه يعني هم سمعتهم كويسة وبالتالي بياخدوا مبالغ كبيرة جدا. دي نقطة. النقطة الثانية ان هو لو اشتغل في المناطق الجديدة، لو اشتغل في الصعيد، لو اشتغل في سيناء، الدولة بتدي له اعفاءات ضريبية خمس سنين. الدولة بموجب شكل قبل ما اروح لهذه الجزئية، لو راح سينا، لو راح المجتمعات الجديدة، شكل التكوين اللي موجود دلوقتي، يعني حدثنا عن شكل المجتمعات الصناعية الجديدة، سواء اللي هي الجاهزة على التسليم أو الأراضي اللي بيتم. احنا عندنا 13 مجمع صناعي معروفين ومشهورين جدا، ودول مجمعات متخصصة. يعني لما نقول روبيكي احنا عارفين ان احنا بنتكلم على الجلود، لما بنتكلم على اسكندريه بنتكلم على الاجهزه الكهربائيه، لما بنتكلم على دمياط احنا بنتكلم على الصناعات الخشبيه. طبعا هي فكره الادويه، انا مش عايز انساها الادويه مثلا. دي حاجه مهمه جدا، يعني فدي فكره ممتازه جدا. احنا عملنا 13 مجمع، انا شايف ان احنا نكمل، يعني ما نوقفش عند النقطه دي. احنا عندنا 27 محافظه وعندنا صناعات كثيره جدا، فعايزين نفتح المجال. ميزتها ايه بقى؟ هي الصناعه بطبعها مكلفه، الصناعه بتاعتها والاستثمارات في المجالات الصناعيه مرهقه شويه، وبالتالي احنا بنتكلم على ارض وبعدين بنيه تحتيه وبعدين انشاءات وبعدين الات ومعدات وبعدين خامات، فهي مكلفه. الدولة لما تدخل وتعمل مجمعات صناعية في كل المحافظات، مجمعات صناعية تعمل بس تخطيط وتعمل البنية الأساسية وتعمل تسهيلات في بيع الأراضي الصناعية للمستثمرين على 10 سنين على 20 سنة، مش مشكلة، يعني لا مش مشكلة. أنا مش عايز أنسى أن هيئة التنمية الصناعية بتسعى الحياة لعرض أراضي صناعية، لكن فكرة المجمعات الصناعية فكرة رائعة وفكرة ممتازة وفكرة ممكن أن تغير الصناعة في مصر، بس نكملها بقى. يعني إحنا عملنا 13 مجمع، إحنا نعمل 30 مجمع، نعمل 50 مجمع. حتى كانت هناك فكرة إن إحنا نعمل مجمع صناعة كبير جدا في وسط سيناء، يبقى يعني حاجة كبيرة نكمل في هذا الاتجاه. وفي كمان يمكن الكثير لا يعلمون عنه فكرة المناطق الحرة الخاصة، يعني يمكن ده كمان اتجاه موجود في الدولة، لكن يعني القليلين الذين يعلمون عنه. يعني هي المناطق الحرة طبعا فيها ميزة جميلة جدا، ان البضاعة وهي جاية من بره، الخامات والحاجات دي بتدخل المناطق الحرة، ما بيحاسبكيش، هي بيعتبرها خارج، كأنها خارج الدولة، كأنها وبالتالي هناك دول بعينها بتطالب بده، وبعدين ينتج طبعا. لما ينتج هيستخدم عمالة مصرية وكهرباء
سيجارات ويعني يعني الدولة بتستفيد بتستفيد. فإذا دخل جوه الدولة خلاص بقى المنتج ده محلي، لو خرج وصدر هيجيله دولار والدنيا تمشي. وعندنا طبعا مناطق حرة معروفة يعني كثيرة يعني. دعم، احنا كل ده برضو بنتحدث عن دعم المستثمر. نعم. كبير او صغير. نعم. كل ده بنتحدث، هل بنتحدث عن المستثمر المحلي ولا المستثمر الاجنبي، وهل بتختلف من ده لده في حوافز اكتر، في عناصر جاذبه اكتر خاصه للمستثمر الاجنبي اللي هيدخل لنا عمله صعبه؟ انا عندي نوعين من المستثمرين الاجانب. نعم. خلاص، في نوع بتعاطف معاه جدا جدا جدا، وفي نوع عادي اهلا وسهلا تيجي بيكسب وبيخرج مكسبه خلاص، يعني واحد جاي يضارب بطريقه معينه في موضوع معين ويلم الفلوس ويمشي. هو في الحقيقه بيحقق لي حاجه واحده بس، واحيانا يعني يبقى فيها ضرر برضو، ان يجيب سيوله وبين خده ومشي، حراك في السوق فقط. حراك حراك بس، انما المستثمر اللي جاي يستثمر في القطاع الزراعي، في القطاع الصناعي، في البنية التحتية، في القطاع الكهرباء، في قطاع كذا، في قطاع السيارات، أنا أعتقد أن ده القانون تاني 72 لسنة 2017 بيعطيه مميزات كبيرة جدا. دخل فلوسك وخرجها في أي وقت دون تدخل الدولة، سعر منتجاتك بالطريقة اللي تعجبك. يعني انا من يعنيني اكتر هو مش المستثمر اللي بيضرب، لكن المستثمر اللي جاي عشان يقعد. هنتابع طبعاً هذا التقرير ونكمل طبعاً اجابه هذا السؤال معاك يا دكتور. وضعت القيادة السياسية أولوية قصوى على مدار السنوات الماضية لتمهيد الأرض والإجراءات التي تمكن من تشجيع الاستثمار الخاص وتوسيع مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية ومحفزا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام. تكنولوجيا السيارات الألمانية لما تبقى في مدينة ألمانية لصناعة السيارات ويعتمدوا علينا للشرق الأوسط والشرق الأدنى والأقصى في التصدير، المدينة الصينية للسيارات، الطربول بمدينة ذكية للصناعة مش طبيعية، 5600 وحدة صناعية صغيرة على مستوى 14 أو 16 كمان مدينة صناعية على مستوى الجمهورية في مناطق مختلفة، التقدم اللي مش مسبوق في التصنيع الغذائي وفي المنتجات وان انت ما توصلش ابدا لخامة انك تصدرها، انك لازم تعملها مرحلة او اتنين من التصنيع قبل ما تحركها برا البلد، فده بيعمل لك منتج قومي وناتج مش سهل. انت النهاردة بتحاول تعمل سيطرة غير محسوسة علشان تقلل من استهلاك العملات الأجنبية. وتهدف الدولة المصرية لدعم وتمكين القطاع الخاص وتقديم كل الآليات التي بدورها تدفع بالتمكين في الاتجاه الصحيح، بداية من جذب الشراكات والدمج مع القطاع العام والنمو والتوسع لتحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول إلى استقرار السوق. تولي الدولة المصرية اهتمام خاص بتشجيع القطاع الخاص لمساهمته في التنمية والاستثمار، حيث أن القطاع الخاص يستحوذ على أكثر من 65% من الاستثمار المحلي، وفي سبيل ذلك قامت الدولة بعمل العديد من المبادرات، منها تحرير سعر الصرف وتشجيع القطاع الخاص من خلال التيسير على المصانع المغلقة وإعطائهم قروض ميسرة بفوائد بسيطة، كما بتوزيع الأراضي بالمجان في مختلف أنحاء المحافظات. جهود الدولة في دعم وتمكين القطاع الخاص ظهرت بشكل واضح على مدار السنوات العشر الماضية من خلال ما تقدمه من مبادرات لتنمية دوره ومن أجل النمو والتوسع في الصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. بجدد الترحاب بكم، ضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية. وتوقفنا قبل التقرير عند أنواع المستثمر الأجنبي. نعم. والأكثر أهمية. نعم، احنا قلنا ان في نوعين من المستثمرين، في مستثمر بيسمى هوت ماني، يعني هو بيدخل يضارب شوية. نعم. كده ويمشي. نعم. يعني ما يحققه للدولة هو انه بيدخل سيولة، لكنه ممكن يروح خارج تاني، تحريك لدورة رأس المال في السوق. بيخرج. نعم. غالبا بيخرج كمان بأرباح او كسبان يعني، فده اتس اوكي يعني، ما لا يعنيني قوي كدوله ان انا احافظ عليه. انما واحد داخل يعمل نشاط زراعي
نشاط صناعي، يعمل قرى ومدن سياحية، يعمل إنشاء وتعمير. ده هو اللي القانون بيضمن له عدم المصادرة، عدم تحرير أسعار سلع ومنتجاته، يعني كل أنواع الحماية، ويأخذ إعفاء ضريبي زي ما قلت حضرتك بشرط يكون نشاط معين وأماكن معينة. فده هو المستثمر اللي احنا يعني يهمنا، المستثمر الأجنبي اللي يهمنا هو ده، هو اللي بيعمل استثمارات كبيرة وتخدم المجتمع وتقوم بالتنمية في المجتمع وتقوم في القطاعات المتعارف عليها الزراعة والصناعة. طب إلى أي مدى التسهيلات يعني المقدمة من الدولة تحت القيادة السياسية هي محفزة فعلا، وإلى أي مدى نجحت في جذب استثمارات أجنبية؟ هو في نقطة مهمة جدا لازم حضرتك تعرفيها، تقييم حضرتك. أقول لك العائد على الاستثمار الأجنبي في مصر في الأنشطة يتجاوز بكثير جدا العائد على الاستثمار في أي دولة عربية. نعم. العائد على الاستثمار في بعض القطاعات في مصر بيصل ل 43%. زي إيه؟ أهم هذه القطاعات؟ أهم هذه القطاعات كل القطاعات الإنتاجية. نعم. وقطاع الإسكان والإنشاء والتعمير يحقق المستثمرين فيه عوائد صافية تتجاوز 30 ل 35%. لدعم السوق الداخلية ولا للتصدير هو في كده وفي كده. نعم. كل المستثمرين اللي بيعملوا في مجال السياحة أو مجال الإنشاء والتعمير والإسكان المستهلك بتاعه قد يكون مستهلك داخلي وقد يكون مستهلك القطاع قطاع البناء والتعمير أيضا بقى في جزء كبير للتصدير، يعني للتصدير. نعم. أيوة. سياحة العقارات فعلا بيبيع. نعم. داخلي. نعم. ويبيع كمان للخارج، فهذا العائد مغري جدا. والآن بعد استقرار سعر الصرف جدا، أظن سعر الصرف مستقر جدا دلوقتي طبعًا. يعني الدولار على 47 ولا 46 طبعًا. ده طبعًا. فمستقر، فمبقاش في أي خطورة في أن يعني يبقى فيه تضخم أو فيه حاجة زي كده. فأصبح العائد على الاستثمار عالي جدا، فكل المستثمرين الخليجيين يعلمون تماما أن العائد على الاستثمار في كل القطاعات في مصر سواء الانتاج الحيواني، الزراعي، الصناعات الغذائية، الإسكان والتعمير، السياحة، بيحقق عائد كبير جدا، وإحنا شفناه. بالإضافة إلى الخدمات زي المولات والحاجات دي بيحققوا عائد كبير جدا. ربما في بقى تأمين ليهم، إن أنا ما أقدرش أصدره، ما أقدرش أتدخل في تسعيره، ما أقدرش إن أنا أحيله إلى القضاء إلا بالعودة إلى الهيئة العامة للاستثمار. نعم. يعني نعم. هو محمي حماية كبيرة جدا والتحكيم. نعم. وهيئات التحكيم اللي بقت موجودة. نعم. نعم. فأنا أعتقد إن ده كلها حاجات يعني مميزات، أنا أعتقد إن كثير منها مش موجود. يبقى عندنا مشكلة واحدة بس. نعم. البيروقراطية الموجودة في الأجهزة الحكومية واللي بتتعامل مع المستثمر الداخلي والخارجي بطريقة ليست يعني فيها نوع من عدم الوعي ولا عدم الإدراك، ولا كأنه هو يعني مش فارقة بحكم معاه. بحكم منصب حضرتك وتواجدك. نعم. في مركز الدراسات والبحوث. نعم. الوضع ما تحسنش بنسبة كبيرة فيما يتعلق بالبيروقراطية وغيرها إلى آخر كده؟ إحنا الرخصة الذهبية خير. أيوة. مكان يعني في الشباك الواحد. نعم. والرخصة الذهبية عملوا نوع من الرقمنة اللي دلوقتي يعني بقت طاغية على يعني المعاملات. دول الاثنين، الرخصة الذهبية الرخصة الذهبية تتعلق بالمشروعات الكبيرة والاستراتيجية، ويعني حاجة لها كبيرة جدا، والدولة بتدي له رخصة اسمها الموافقة الواحدة. يعني هو بياخد موافقة يعمل تقييم حضرتك صراحة للوضع الحالي إيه؟ هل حصل تحسن؟ حصل تحسن كبير. ويعني كل حتى مراكز الدراسة والبحوث على مستوى العالم زي فيتش وكده كلام بدأوا يغيروا نظرتهم للاقتصاد المصري. وبالتالي احنا كلها مؤخرا موديز وفيتش كلهم قالوا تحولت إلى من سلبي إلى موجب يعني، ومن مارس اللي فات هي موجبة عند موديز. وأنا أتصور رغم أن أنا شخصيا لا يعني ما بهتمش ان انا ابص لرأيهم، ولكن انا ابص الى الشارع والى الواقع والى الحقيقة، لان هما برضو بيتعاملوا مع الارقام مجردة، احنا بنتعامل مع الارقام ومع السوق حساسية القياس. ويكفينا يعني ان احنا يعني بنحصل على هذه التقييمات في ظل ما يحدث في المنطقة. نعم. نعم. احنا في كل ده تحدثنا عن التسهيلات، تحدثنا عن المكن والاراضي والقطاعات يعني المنح الى اخر هذه القائمه، لكن ايضا الدوله بتدعم حاجه مهمه قوي الا وهي البشر. الدوله دلوقتي عندها اتجاه لدعم التعليم علشان يتوافق مخرجات التعليم مع مخرجات السوق. اهميه هذه النقطه ايه؟ ولأي مدى حضرتك لمسها
على أرض الواقع في السوق. هو ده برضو سؤال مهم جدا. إن أنا هناك الكثير أحد المعوقات. هناك كثير جدا من المصانع والشركات الكبيرة أحيانا يعملوا إعلانات يطلبوا خبرات وكفاءات معينة. ورغم وجود نسبة يعني كده إلا أنه ممكن ما يلاقيش النوعية دي. وفي نفس الوقت عندنا خريجين. السيد الرئيس أشار للنقطة دي أكثر من مرة وناس كتير زعلت. بس لكن يعني الحقيقة يعني عندنا الصادمة. خريجين طب ما أنا ما عنديش فرص عمل يعني بتقابل يعني الدولة ملزمة قانونا ويجب أنها توجد فرص عمل وتدعم الاستثمار عشان نستوعب العمالة وكل ده احنا ما يعني مش مختلفين مش معترضين عليه. لكن برضو ننتبه إلى نقطة أن بعض الكليات التي تخرج أعداد كبيرة جدا ربما سوق العمل لا يحتاج هذه التخصصات. وفي نفس الوقت سوق العمل يحتاج إلى تخصصات يعني غير متوفرة. في بقى جاب أو الخريجين اللي مش أكفاء لأن هم يقوموا بالعمل. نقطة الوسط هنا إيه بقى؟ هي فكرة التدريب وتنمية المهارات. أظن إن دار حديث كبير جدا عن التدريب وتنمية المهارات. دور القطاع الخاص إيه عشان يلاقي اللي عايزه؟ هل إيه دور؟ هو القطاع الخاص عمل نوع من الالتفاف عشان يحل مشكلته. فبعض المصانع المتخصصة في حاجة معينة عملوا مدارس بتخرج ليهم. نعم. يعني مجال الطباعة راح عامل مدرسة للطباعة. نعم. عشان يخرج من المدرسة عليه. وبالتالي يعني مصانع الغزل والنزل راح عامل مدارس متخصصة في الغزل والنزل بحيث يخرج يدخل على المصانع. مصانع السجاد والكده والمكد عمل مدارس ترتبط به. فدي حلول أيضا حلول جيدة. لكن الدولة في العموم هناك حوالي أظن 18 مدرسة نوع من أنواع المدارس المتخصصة. وبالتالي دي برضو فكرة كويسة. وفي نفس الوقت احنا نبقى منتبهين لأصحاب القرار المتعلق بالتعليم ان الكليات النظري قوي اللي هي ملهاش سوق عمل قوي زي الخدمة الاجتماعية مثلا وكده. يعني ان احنا بقدر الامكان يكون الاعداد نرجع تاني للبيروقراطية ونلغي يعني المعوقات اللي بتشدنا لتحت. طيب دور بقى القطاع الخاص في التنمية والتنمية المستدامة دور المجتمعي ايه؟ هو دوره في دورين. في دور ان هو كجزء من النشاط الاقتصادي. وانا قلت لك ان النهاردة هو شايل 65% من البيزنس الاقتصادي في مصر هو قطاع خاص. هو شايل حوالي 15 مليون انسان يعملوا في القطاع الخاص. وبالتالي شيء يعني معتبر. يعني هو في الاقتصاد بتاع الدولة يمثل 65% في شيله للعمالة او استيعابه للعمالة حوالي 15 مليون انسان. دور المجتمعي بقى ده موضوع غير التنمية الاقتصادية. دور المجتمعي ان يكون ليه ادوار اجتماعية زي مراكز التدريب زي مراكز الترفيه زي النوادي زي المراكز الثقافية. يعني في بعد انساني كده يبقى جميل يرتبط بنشاط القطاع الخاص. اخر قرار اتخذته الدولة انه يرفع مثلا اجر العامل في القطاع الخاص الى 6000 جنيه. ده قرار لسه طالع يعني بقاله فترة قليلة جدا. قرار رقم 27 لسنة 2024. يعني هو طالع من شهر. بيقول ان القطاع الخاص المرتبات بتاعته يعني تبقى 6000. هو ما عملهاش يعني بإجباري قوي. ما عملهاش بإجباري قوي وبإلزامي قوي وعقوبة. لكنه ايه؟ لكن يعني قال القطاع الخاص يعني يرغب ان تكون توجيهات بقانون. ده في قانون. انا قلت لحضرتك 27 لسنه 2024 يكون 6000 جنيه. والمشرع الحقيقه هنا طلع ذكي جدا. ان الماده الثانيه هو الماده القانون ثلاث مواد بس. الماده الثانيه قال ايه بقى؟ قال حلو حاجه حلوه جدا. يعني قال لو ان هناك قطاع من الدوله يعاني من ازمه شخصيه مرتبطه بنشاطه ممكن ان يقدم التماس انه ايه يعني يبقى مرحلية. والمادة الثالثة برضو مادة عبقرية. قال ايه بقى في المادة الثالثة؟ قال كل المنشآت الصغيرة جدا اللي هي 10 فأقل ملوش دعوة بالكلام. هو بقى يدبر امور الورش والدكاكين البقالة وبتاع. يعني مالزم. يعني كل ده بيؤكد على توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وان القطاع الخاص والقطاع العام هما جناحة التنمية
ودي اللي هتقوم عليها الجمهورية الجديدة بإذن الله. بشكر ضيفي الكريم الدكتور أحمد هارون مدير مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا. بشكر فريق عمل ملفات، والشكر موصول لكل من تابعنا، شكرا لكم.